أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. حادثة في ولاية البيض، شاب جزائري رفقت شقيقه يعثران على طاقم ذهب بقيمة 28 مليون سنتيم، حيث قام الأخوين بالمحافظة عليه حتى تظهر صاحبته. وبعد مرور الوقت ظهرت صاحبة الطقم الذهبي وتم إرجاعه إلى صاحبته في أجمل لوحات الأمانة على ممتلكات الآخرين، فتبارك الرحمن.